فأنا عايزة أسأل سؤال للشفافين، الناس اللي بتشف، يعني بتشف بمعنى كلمة بتشف، هو انتوا ما بتعرفوش تذاكروا؟ يعني بعد كلامي على عمر مرموش، انتوا كنتوا مستنيين ان انا اطلع اتكلم عشان تتكلموا على عمر مرموش؟ طب اصلا الحلقة قديمة، واصلا لما انا اتكلمت وجبت الحلقة القديمة دي لمهيب ورضا عبد العال، كان كلامي انتوا النهاردة شكلكوا ايه بعد اللي انتوا قلتوه عليه؟ فانتوا النهاردة طالعين تقولوا عمر اصلا الحلقة قديمة، انتوا دخلتوا يعني دخلتوا معايا في حواري ليه؟ يعني حواري بتاعي انا لوحدي، يا مش هقدر اقول لكم زملاء، يعني لان انا النهاردة جات لي منحة من بلد مهمة جدا، فانا مش هقدر اقول عليكم زملاء لان انتم معظمكم مش دارسين، يعني جنب شهاداتي اللي انا خدتها فجات لي شهادة تانية من عند ربنا، فمش عشان مش فاكرة انا وقفت فين. فانا النهاردة مش هقدر اقول على البعض زمايل لان البعض ما درسش، يعني ما عندوش، ما فيش في ايديه كده شهادة اسمها شهادة اعلام او تخرج اذاعي او تخرج اعلامي، فمش هقدر اسوي راسي براسكم. بس الفكرة هنا يا شفاف منك ليه، هل انت تعلم ان الحلقة اللي انا نزلتها لمهيب ورضا عبد العال اصلا قديمة؟ هل انت عارف كده؟ انت زدت ورايا ومشيت، لبست في الحيطه، فانا دلوقتي قاعده بضحك عليك. هل انت ما تعرفش تذاكر؟ ما يبقاش عندك محتوى. انا لما نزلت الحلقه دي